بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدين والحياة. كل سنة وانتم طيبين. الأول، بمناسبة اقتراب شهر رمضان، ربنا يعيده علينا جميعا بالخير والبركات. والحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة عن حاجة بدأت تاخد اهتمام في السنين الأخيرة، وهي الاكتئاب. يمكن لو سألنا أي واحد في الشارع يعني إيه اكتئاب، هيقول الاكتئاب معناه الواحد يبقى متضايق، الواحد زعلان. هل هو ده الاكتئاب اللي احنا نقصده في العلاج واللي نقصده بكل التوابع بتاعته، ولا الاكتئاب ممكن ياخد صور كتيرة؟ فالحقيقة احنا عنوان الحلقة بتاعتنا النهاردة عن الوجوه الكثيرة للاكتئاب او الوجوه الاخرى للاكتئاب. هنحاول الاول نعرف يعني ايه اكتئاب، وايه الفرق ما بين الاكتئاب ومجرد الحزن او الزعل، وامتى يعتبر الاكتئاب دوت مرض، وبعدين هنتكلم عن انواع الاكتئاب المختلفة. الاكتئاب الحقيقة ما هواش مرض واحد، ولكن بيخش تحت الأمراض الاكتئابية أنواع كتيرة، منها الاكتئاب الداخلي أو الكيميائي، منها الاكتئاب التفاعلي اللي هو رد فعل لضغوط الحياة، ومنها الاكتئاب الثانوي اللي بيجي بسبب أمراض عضوية أو أمراض نفسية أخرى، ومنها مرض تاني اسمه الاكتئاب المقنع اللي بيجي بالاكتئاب من غير ما يكون فيه عرض الاكتئاب. وبعدين هنتكلم عن الاكتئاب في الفئات العمرية والناس المختلفة. مثلا، هل الاكتئاب عند الأطفال زيه عند الكبار؟ هل الطفل لما بيكتئب ازاي بيعبر عن الكلام دوت؟ بالنسبة للمرأة والمراحل اللي بتمر بيها الكتيرة، المراحل اللي ليها علاقة بالدورة، أثناء الحمل، ما بعد الولادة، بعد انقطاع الطمس، كل الحاجات ديت، بالإضافة إلى كمان الاكتئاب في يعني ظروف خاصة. فيمكن هنحاول نغطي يعني بصورة كده سريعة ايه هو الاكتئاب، وازاي الواحد يكتشف المرض ده عنده او عند الناس اللي حواليه، وايه اللي يعمله لما يقول ان الاكتئاب ده لا ده جرس انذار لازم اروح للدكتور. خلينا نبدأ الاول بتعريف الاكتئاب، وايه الفرق ما بين الاكتئاب كعرض والاكتئاب كمرض. لو احنا قلنا ان الاكتئاب هو مجرد الحزن او الزعل او الضيق، يبقى كلنا عندنا اكتئاب، لأن جزء من تفاعلنا مع ضغوط الحياة أن الواحد لازم هيكتئب. لو الواحد حصلت له مشكلة وما كانش رد فعله بيها باكتئاب، يبقى عنده مشكلة، لأن رد الفعل الطبيعي لما الواحد بيحصل له أي حاجة سلبية أنه لازم هيكتئب ويتضايق. هنا بنقول أن ده عرض الاكتئاب، ولازم نفرق تماما ما بين الاكتئاب كعرض، وده موجود عندنا كلنا وده جزء من تفاعل الحياة وده لا يستحق علاج، أو الاكتئاب كمرض. إيه الفرق ما بينهم؟ الاكتئاب كمرض بس ما فيهوش الاكتئاب كعرض، لا. لما يبدأ العرض دوت يأثر عليا، يعني إمتى أقول إن الشخص اللي عنده ضيق أو عنده حزن بدأ يوصل لمرحلة الاكتئاب المرضي؟ خلينا نشوف إيه الحاجات اللي تخليني أشك إن الاكتئاب ده بدأ يبقى مرض، ما هوش مجرد عرض أو تفاعل أو رد فعل لضغوط الحياة. أول حاجة، لو الأعراض دي كانت مستمرة، يعني إحنا ما بنشخصش مرض الاكتئاب إلا لو كانت الأعراض الاكتئابية على الأقل بتبقى أسبوعين. يعني لو الواحد جاله ضيق بسبب وقعد يوم يومين وراح، ده ما بيعتبرش مرض الاكتئاب، ده عرض والحقيقة ما بيستحقش أي تدخل. لكن لو استمرت الأعراض أكتر من أسبوعين، وخصوصا إذا ما كانش فيه سبب واضح أو في سبب ولكن رد فعلي أنا لا يتناسب معاه، دي أول حاجة. تاني حاجة ودي الأهم، إن بدأ الاكتئاب دوت يأثر عليا، يعني بسبب الأعراض ديت مش قادر أروح شغلي، مش قادر أذاكر، مش قادر أتفاعل مع الناس زي الأول، ما بقيتش بهتم بالحاجات اللي كنت بهتم بيها، ما بقيتش الحاجات تبسطني، ما بقيتش حاسس بأن أنا قادر أتفاعل أو أتبسط أو أفرح زي الأول. بدأت تجيلي أفكار سلبية، يعني بدأت أفكر في أن الدنيا دي ملهاش لازمة وأن العيشة بقت متعبة. لو بدأت الأفكار دي كلها وأنا كمان مانيش قادر أتكيف معاها واستمرت الأعراض دي أكتر من أسبوعين، في الحالة دي بنقول لأ، ما ينفعش أن أنا أتعامل مع الاكتئاب دوت على أنه حاجة عرضية أو بسيطة، في الحالة دي يجب أن ألجأ لطبيب. يبقى إمتى الواحد اللي عنده أعراض اكتئابية يروح لدكتور؟ لو الأعراض دي استمرت أكتر من أسبوعين، لو الأعراض دي بدأت تأثر عليه،
لو بدأ يبقى مع الأعراض ديت حاجات تانية. طبعا إيه بقى الحاجات التانية اللي ممكن تيجي غير المزاج الاكتئابي؟ طبعا واحدة منهم حتة الأفكار السلبية اللي اتكلمنا عليها، فقدان القدرة على الاستمتاع، ما بقيتش بتبسط ولا بفرح زي الأول، بدأ يبقى عندي تغيير في الوظائف الفسيولوجية، يعني ما بقيتش أعرف أنام كويس، بلاقي صعوبة في الدخول في النوم، أو بخش أنام أقلق بسرعة، أو إن أنا بصحى بدري. والحقيقة علاقة اضطراب النوم بالاكتئاب علاقة وثيقة جدا، يمكن من أول وأهم مظاهر الاكتئاب إن الواحد بيبدأ النوم عنده يضطرب. وطبيعة النوم في مرض الاكتئاب بتبقى طبيعة خاصة، يعني من الحاجات اللي مميزة للاكتئاب إن الواحد يقوم بدري مهما راح للسرير متأخر. يعني كتير يشتكي المريض يقول أنا بخش السرير مثلا على الساعة 11، فين بنام على الساعة 2، واصحى الساعة 4، 4:30، واصحى متضايق جدا. العرض ده أو الشكوى ديت لازم تلفت نظري إنه ممكن يكون ورا اضطراب النوم. صحيح هو جاي بأرق، ولكن اللي ورا الأرق ده ممكن يكون مرض الاكتئاب. طبعا في نسبة من اللي عندهم اكتئاب ما بيجيش عندهم أرق، ولكن بيبقى عندهم العكس، يعني من 15 لـ20% تقريبا من مرضى الاكتئاب بدل ما الاكتئاب بيجي عندهم بأرق ممكن يجي بكثرة نوم. هنا بنفسر النوم الكتير على إنه هروب، المريض مش بيبقى نايم بمعنى نوم، ولكن هو مش عايز يواجه الحياة، مش عايز يواجه الضغوط، فبيبقى ال 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 يعني الشكوى بتاعته أكتر إن هو بينام كتير ومعاها عدم تفاعل ومعاها عدم رغبة في المشاركة أو إنه يروح شغله أو الحاجات دي. من الحاجات كمان المهمة إن الاكتئاب بيبقى مصاحب باضطراب في الشهية، برضو 70-80% من مرضى الاكتئاب بيبقى الشهية للأكل قليلة، الرغبة الجنسية قليلة، أي حاجة فيها استمتاع بتبقى قليلة. ولكن طبعا في نسبة 15-20% برضو زي ما في نسبة بتيجي بنوم كتير بدل الأرق، في نسبة بتيجي بأكل كتير، بيبقى رد فعله للاكتئاب بيبقى بالأكل الكتير، وده كمان بيدخله في اكتئاب خصوصا عند الستات. يعني الست اللي عندها اكتئاب ممكن تاكل كتير، لما بتاكل كتير وزنها بيزيد، لما وزنها بيزيد بتكتئب أكتر، فبتخش في هذه الحلقة المفرغة. طبعا في نوع بقى من الاكتئاب بنسميه الاكتئاب المقنع، الاكتئاب المقنع او الماسك ديبريشن، اللي هو اكتئاب من غير اكتئاب، يعني بيجي هنا الاكتئاب كمرض من غير الاكتئاب كعرض. امال بيجي بايه؟ ودي الحقيقه من اهم انواع الاكتئاب اللي للاسف مش بتتشخص. بدل ما المريض يجي بيقول انا مكتئب ومتضايق وزهقان، لا، اللي بيعبر مش لسانه، اللي بيعبر هو جسمه، فيبدأ المريض يشتكي من شكاوى جسمانية ملهاش أي تفسير، ويبدأ يتردد على الدكاترة. يعني بدل ما عبر عن إن أنا عندي اكتئاب، لا، أنا عندي ألم في الراس، عندي وجع في الظهر، عندي ميل للقيء، عندي ضربات قلب سريعة، مش قادر أخد نفسي. فبيبدأ المريض طبعا مش هيروح لطبيب نفسي، لأن الشكوى اللي جاي بيها واللي بيعبر عنها هي شكوى جسدية. هنا بنقول إن الجسم هو اللي بيعبر، اللسان مش قادر يعبر، خصوصا ان احنا عارفين ان الاعراض النفسية والمرض النفسي بيبقى له زي وصمة، فالمريض ما بينه وبين نفسه ما بيبقاش قادر يعترف ان هو انا عندي اكتئاب، انا مريض نفسي، هروح لدكتور نفسي، لا، ولكن اللي بيعبر هو جسمه، فبيبدأ يشتكي من الاعراض ديت، ويبدأ يلف على الدكاترة، يروح لدكتور قلب، يروح لدكتور بطنة، يروح دكتور جهاز هضمي، دكتور مخ واعصاب، يعمل فحوص كتير جدا. طبعا هنا بيبقى مهم قوي الطبيب اللي بيتعامل مع المريض انه لازم يكون عارف ازاي يشخص الاكتئاب، لان هو كل اللي بيعمله الطبيب لو هو ما عندوش الخلفيه ديت بيجي له المريض يكشف عليه يقول له انا مش شايف عندك حاجه، فالمريض بيقول ازاي ما عنديش حاجه، ده انا بتألم، انا مش عارف اشتغل، مش عارف اذاكر، مش عارف اعمل كذا. هو طبعا بالنسبة للطبيب بيكتفي بالدور دوت، فبيبدأ المريض رد الفعل بيكون ايه؟ لا، اشوف دكتور تاني. هيروح لدكتور تاني، الدكتور التاني برضو لو مشخصش ان اللي عنده اكتئاب هيطلب منه فحوص، وعادة بيطلب فحوص ملهاش لازمة. فاحنا كتير قوي بنشوف مرضى يبقى المريض اساسا هو عنده اكتئاب، ولكن جاي بأعراض جسمانية او الأعراض اللي بنسميها نفس جسمية، لف على دكاترة كتير، عمل فحوص كتير، ويجي لنا بملف قد كده، وبعدين يقول
الدكاتره قالوا لي في الاخر بعد كل ده ما عندكش حاجه، او قالوا لي ممكن تشوف دكتور نفسي. طبعا مهم قوي هنا ان يكون الطبيب اللي هو مش متخصص في الطب النفسي عنده هذه المقدره، ازاي على الاقل يشخص ان المريض ده عنده اكتئاب، واذا كان هو عنده القدره انه يعالجه، لان ده الاتجاه دلوقتي الحديث في الطب، ان مش بس اللي بيعالج حالات الاكتئاب البسيطه هو الطبيب النفسي، ولكن اي تخصص طبي لازم يكون عنده خلفيه عن مرض الاكتئاب. ليه بنقول الحكايه ديت؟ لان مرض الاكتئاب اللي احنا بنتكلم عليه نسبته حوالي 5%. يعني اذا تخيلنا ان في مدينه فيها 20 مليون زي القاهره مثلا، متوقعين نلاقي فيها كام مريض عنده اكتئاب داخلي، اكتئاب كيميائي يستحق علاج؟ لو حسبناها 5% فاحنا بنتكلم في 500,000. 500,000 مريض بيلفوا على دكاتره بشكاوى مختلفه باعراض جسمانيه لم يشخصوا، ما خدوش العلاج اللازم. ليه؟ لان في قصور في تشخيص الاكتئاب عند الاطباء الغير نفسيين. فبقى الاتجاه دلوقتي ان اي طبيب مش بس الطبيب النفسي لازم يبقى عارف ازاي يشخص حالات الاكتئاب، على الاقل حالات الاكتئاب البسيطة أو حالات الاكتئاب اللي بتيجي بأعراض جسمانية، وياريت لو هو عنده المقدرة أنه هو يعالجها. ليه بقى؟ لأن المريض مش بيقتنع في الأول، يعني لما بيروح لطبيب والطبيب بيقول له لا أنا عندي ألم في صدري، عندي وجع في ظهري، عندي صداع، عندي ضربات قلب، وانت بتقول لي روح لطبيب نفسي، أنا مش مجنون، أنا بشتكي من إيه؟ أنا بشتكي من صداع. طبعا بياخد وقت المريض على ما يفهم ان الصداع ده سببه هو الحالة النفسية بتاعته، واللي المفروض يفهمه الكلام ده هو الطبيب اللي راح له، سواء كان تخصص الطبيب ده قلب او بطن او اي حاجة. عشان كده مهم قوي، ودلوقتي احنا في التدريس بتاعنا بنأكد على الحتة ديت. يعني مناهج الطب دلوقتي، تدريس الطب النفسي للطلبة اللي هم لسه ما تخرجوش، تقريبا تلت المنهج بيبقى الطب النفسي. ليه؟ لان الحالات اللي احنا اللي هم طب الاطباء هيشوفوها هتبقى الحالات دي، ومش هيروحوا للطبيب النفسي غير لما الطبيب التاني اللي هو سواء ايا كان تخصصه هو اللي هيشخصهم، وهو اللي يا اما هيعالجهم او هيبعتهم. فدي نقطه الحقيقه مهمه، انا بس بقول لاي مريض عنده الحكايه ديت، عنده اعراض جسمانيه، راح لدكاتره كتير، وبعدين في دكتور قال له اللي عندك ده ممكن يكون اضطراب نفسي، ما يترددش. لان طبعا المريض عبال ما بيروح للطبيب النفسي بياخد وقت طويل جدا. ليه؟ لان هو بيصدقش، ازاي انا عندي مرض نفسي؟ فبيبتدي يروح لدكتور تاني ودكتور تالت وهكذا. فده الحقيقه من انواع اللي احنا بنحب نركز عليها، اللي هو اسمه الاكتئاب المقنع. يبقى من انواع الاكتئاب في عندنا الاكتئاب الداخلي الكيميائي، اللي هو بيبقى سببه كيمياء متلخبطة في المخ، ممكن يجي من غير أي سبب خارجي، يعني من غير أي سبب خارجي خالص. طيب خلينا ناخد اتصال من أم مصطفى. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. أنا أم مصطفى من الأقصر، من محافظة الأقصر. يا أهلا بيك، يا أهلا وسهلا. دكتور عملية سنة تعبانة، دايما درجات قلبي سريعة وخايفة، دايما قلبي مضبوط، خايفة من بكرة، خايفة من الأيام اللي جاية، خايفة من الموت، خايفة من كل حاجة. فسافرت أنا، رحت القاهرة ورحت يعني بلاد كثيرة، عندي دكاترة يقولوا لي رحت من دكتور قلب وبعض من مخ وأعصاب، قالوا لي أنت عندك توتر لا إرادة، بس بيدوني مهدئات فبتعب، يعني بتعب أكثر، درجات القلب بتزيد أكثر وبتعب خالص لما باخذ المهدئات دي. فانا دلوقتي لي سنه تعبانه، مش عارفه اعمل اي حاجه، ما بنامش، دايما متوتره ودقات قلبي سريعه، لو حد نفسه بيبكم علي، بعد كده لو حد توفى اخاف، لو حد جاب فرصه الموت اخاف، دقات قلبي سريعه على طول، مش عارفه اعمل ايه يعني. وانا مش باخذ اي علاجات، المهدئ مش بستحمل، بيتعبني اكثر ويوترني اكثر ويخلي دقات القلب سريعه. طيب اللي بيكتب لك المهدئ ده طبيب نفسي ولا طبيب تخصص تاني؟ لا، اللي بيكتب لي ده انا رحت عند دكتور في القاهره، دكتور قلب، لما دقات قلب سريعه قال انت ما عندكيش حاجه في القلب، وعملت اثر وكله، قالوا لي ده كله توتر لا ارادي، اكتئاب عندي. تمام. فباخذ المهدئات مش برتاح، يعني بحس نفسي بتعب اكثر ما باخذ المهدئات اللي بيدوها لي هم، بس ما رحتش عند دكتور نفسي خالص،
رحت عند مخ واعصاب برضه ما استحملتش العلاج. مخ واعصاب، تمام. انا هجاوب عليك يا مصطفى وبشكرك على اتصالك. الحقيقة أم مصطفى بتدي الصورة النمطية للي احنا بنشوفها للمرضى. هي بتشتكي بقالها سنة من أعراض جسمانية، ويمكن اللي شاغلها أكتر ضربات القلب السريعة، بالإضافة إلى أعراض نفسية، مش مرتاحة، خايفة، عندي خوف من الموت، كل ما بسمع حاجة وحشة بتخيل إنها هتجيلي. طبعا هي الأعراض دي أعراض قلق. إيه الفرق ما بين القلق والاكتئاب؟ القلق بيبقى الواحد عنده توقع للحاجة الوحشة وخوف منها، الاكتئاب بيبقى عنده تفكير في الماضي وبيبقى عنده تمني للحاجة الوحشة. يعني عشان نفرق ما بين القلق والاكتئاب، موقف الإنسان من الموت بيختلف في الاتنين تماما. مريض الاكتئاب بيبقى بيتمنى الموت لأنه بيشوف إن الموت ده خلاص من الألم اللي أنا فيه. لكن مريض القلق لا، بالعكس، بيبقى عنده خوف من الموت، بيبقى خايف من اي حاجه وحشه بتحصل وبيبقى متوقعها. اللي بيحصل القلق بيعمل توتر في حاجه زي ما الدكاتره قالوا لك اسمها الجهاز العصبي اللا ارادي. الجهاز العصبي اللا ارادي ده بيغذي الجسم كله، منها القلب ومنها القولون ومنها المعده، فبالتالي ضربات القلب السريعه اللي عندك نتيجه توتر في الجهاز العصبي اللا ارادي، ملهاش علاقه بالقلب. عشان كده انت عملتي فحوص في القلب والحمد لله طلعت سليمه، لان انت ما عندكيش مشكله في القلب، رغم انك فعلا عندك ضربات قلب سريعه وممكن تقيسيها تلاقيها فوق ال 100 120، لكن سببها التوتر بتاع الجهاز العصبي. وبقيه الاعراض الجسمانيه اللي عندك ومشاكل النوم والحاجات دي كلها من التوتر. طبعا المهدئات هتديلك تاثير مؤقت فقط مش علاجي. يعني انا لو خدت مهدئ الاعراض دي هترتاح في ساعتها، وبعد شويه مش هترتاح، لأن الجسم بيبدأ إن هو ياخد على المهدئ، فكنت بهدى بيه شوية، بعد 4 5 أيام أسبوع هلاقي لأ، ما بقاش يهديني. عشان كده الحقيقة الأفضل إن أنت تتابعي مع طبيب نفسي وتصبري في العلاج. هو هيديلك نوعين من العلاج، هيديلك حاجة مهدئة في الأول، بس هيقولك اصبري معايا أسبوعين شهر، لأن في أدوية علاجية للقلق بس دي بتاخد وقت، يعني دي مش هتجيب نتيجة على طول، هتصبري معاها شوية، بعد شوية هتلاقي الحالة بدأت تستجيب ومش هتكوني محتاجة مهدئات، بس لازم تستمري على العلاج فترة لا تقل عن 6 شهور، والمتابعة بعد كده هتبقى مع الطبيب النفسي. الحالة بتاعتك من الحالات الحمد لله رب تستجيب للعلاج كويس جدا، ولكن المهم انك تبدأي علاج علشان ان شاء الله تتحسني في خلال اقل من شهر هتكوني بدأتي تشعري بالتحسن. مهم قوي انك ما تتاخريش، لان كل ما الفتره بتطول، يعني انا جالي الاعراض من سنه هتعالج دلوقتي، في ناس بتجيلها الاعراض وتقعد بيها سنين عبال ما تتعالج، وفي ناس بتجيلها الاعراض وتبدا تتعالج على طول. علميا ثبت ان كل ما المريض بيبدا ياخد العلاج بدري كل ما الاستجابه بتبقى احسن، فعشان كده علاجك هيكون باذن ربنا عند الطبيب النفسي. تمام، لكن بشكرك على اتصالك وان شاء الله باذن الله تروحي وترتاحي. طيب احنا معانا اتصال من مدام فوزيه، اهلا وسهلا. اهلا بك يا ابني، اهلا بيك. اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. انا ست كبيره عندي 74 سنه، الحاج عندي توفى، لان ما غلطتش في العيد اول امبارح، وانا قاعده لوحدي في البيت. انت قاعده لوحدك في البيت؟ كل اللي حضرتك بتقولي دوت عندي انا حاساه. زوجة الدكتور غدا الصماء قال لي ان الغرزة الدرقية انا كنت عاملاها والدكتور سيب لي حتة فيها، الله يرحمه بقى الدكتور اللي عمل العملية، لو كان اي كنت رحت له، لكن الحمد لله وتوفى، يعني ربنا يرزق الجنة ان شاء الله. حضرتك قدامي الدكتور بتاع الجراحة، حاولني الدكتور جراحة، انا رحت في الشركة، حاول الدكتور جراحة، الدكتور اداني علاج، قال لي ما ينفعش اعمل لك عملية في السن الكبير ده، فأنا مش عارفة أعمل له كل اللي حضرتك بتقوله ده عندي أنا، أنا قاعدة لوحدي في البيت. إيه أكتر حاجة تعب حضرتك، النوم ولا الضيق ولا إيه أكتر حاجة تعبة؟ أنا بنام بدري وبصحى بدري. بنام تصحي متضايقة يا فندم؟ تصحي حاسة إنك متضايقة؟ أنا متضايقة، مخنوقة. مخنوقة جدا جدا. تمام، الحمد لله.
شهيتك للاكل تقولي اخبارها ايه؟ اعمل ايه؟ ليرتك تقولي على اي حاجه اعملها. تمام. انا تعبانه مش قادره، وبعدين انا عندي 4 اولاد كلهم في مراكز كويس يعني الحمد لله، بس انا مش قادره اتكلم معاهم. طيب مش ارتاحي وانا هقول لحضرتك. حاضر. ماشي يا ابني. حاضر ارتاحي، ربنا يتم الشفاء عليك يا رب. هو طبعا يعني الأعراض الاكتئابية واضحة، ويمكن يعني هي بتشتكي منها شكوى صريحة، أنا متضايقة أنا مكتئبة. ويمكن ناخد بالنا هنا إن مشكلة النوم وإن الضيقة بتبقى أكتر بالنهار، لكن طبعا هنا بيخش العامل الاجتماعي. طبعا ما ينفعش إنك تتسابي من غير علاج، لازم نروح لطبيب نفسي ولازم ناخد علاج. طبعا احنا يشرفنا يعني انا او اي حد من زمايلي، حضرتك ممكن تتصلي بالكنترول تاني، يشرفنا ان احنا نساعدك. يعني اي حد انا او حد من زمايلي تشرفينا وتبدأي تاخدي علاج، واعتبري كلنا ولادك، يعني مفيش اي مشكلة خالص، وحضرتك ما تحمليش هم اي حاجة، ولكن ما ينفعش نسيبك من غير علاج. ان شاء الله يا رب الحالة اللي انت فيها، حتى لو مش هتعملي جراحة، حتى لو كده، على الأقل الألم النفسي صدقيني بيبقى أشد من الألم العضوي اللي انت ممكن تكوني بتحسيه. لو الأعراض دي ارتاحت، وده بإذن الله ممكن، هتبقي كويسة. فبس أنا بقول لحضرتك تتصلي بيهم، وإن شاء الله يا رب احنا نقدر نساعدك وتاخدي علاج وتتحسني والأعراض دي بإذن الله تختفي. طبعا دي برضو ده يعني يمكن الاتصال هنا بيلقي بعد على ناس كتير بتقلق، ان انا هروح لدكتور، دكتور مكلف، هاخد ادويه والادويه مكلفه. والحقيقه كان في حاجه غريبه، معرفش يعني ازاي ما كانوش واخدين بالهم منها حتى لغايه وقت قريب، ان كانوا بيعتبروا الامراض النفسيه رفاهيه. يعني حاجه عجيبه جدا ان شركات التامين ما بتغطيش التجميل والاسنان والطب النفسي. يعني معتبرين ان اللي عنده اكتئاب دوت يعني عايز يتعالج ما يتعالجش، لا يعني التأمين ما بيتكفلش فيه. طبعا المفهوم ده بدأ يختلف، لان الأدوية النفسية في منها حاجات خصوصا مع السن الكبير مش اي دواء بينفع، فممكن نحتاج دواء يكون سعره غالي شوية. فالحقيقة المفروض ان شركات التأمين ما يبقاش فيها الحتة دي. يعني كتير اقول لمريض يقول لي انا تبع التامين، ليا تامين، بس التامين ما بيغطيش الطب النفسي. ليه؟ يقول لي لا هو كده ما بيغطيش الطب النفسي والتجميل والاسنان. ماشي، لو انت هتعمل تقويم للاسنان اوكي، دي حاجه ممكن تبقى براحتك، دي حاجه فيها اختيار، تمام، او حاجه فيها خلينا نقول تكميليه. التجميل كمان طبعا التجميل فيه انواع، في التجميل اللي هو مش حروق او كده، لا حاجه واحد عايز يغير من حاجه في شكله ومش عاجبه حاجه في شكله اوكي، لكن بالنسبه للنفسيه ابدا. الامراض النفسيه اشد من الامراض العضويه، والالم اللي المريض بيحسه اشد، وبالتالي العلاج قد يكون في حالات كتيره قوي اهم. فنقطه مهمه برضو ان ازاي العلاج يصل لمرضى الاكتئاب وفي ايا كان وايا كان دخلهم. دي هي نقطه مهمه وتستحق ان احنا برضو نعمل زي حملة. ويمكن منظمة الصحة العالمية السنة دي هي بتختار كل موضوع، WHO او منظمة الصحة العالمية كل سنة بتختار موضوع علشان يكون ده الموضوع الهوت توبيك او موضوع الساعة اللي هي عايزة تعمل بيه توعية. في 7 ابريل اللي فات كان اليوم العالمي للصحة، وكان الموضوع هو الاكتئاب. يعني كانت التوجه بتاعهم ازاي ان احنا نعمل حملة في كل البلاد لعلاج الاكتئاب. ليه بقى الكلام ده؟ لأنه في سنة 2020 الاكتئاب هو المرض المعيق رقم 1 في العالم. عملوا دراسة قارنوا ما بين كل الأمراض اللي في الدنيا، سرطان، كسور، حاجات ليها علاقة بجهاز المناعة، أمراض مزمنة، لقوا إن الاكتئاب بيأثر على المريض أكتر من أي حاجة تانية. ويمكن احنا عايزين نتكلم على النقطة ديت، بس استأذنكم في فاصل وان شاء الله نرجع تاني.
أهلا بيكم مرة تانية ونتابع كلامنا عن أنواع الاكتئاب. احنا اتكلمنا عن الاكتئاب الداخلي اللي هو الكيميائي اللي هو مرض مش لازم بيبقى له أسباب خارجية، واتكلمنا عن الاكتئاب المقنع اللي هو بيجي بأعراض جسمانية. هنتكلم دلوقتي عن نوع يمكن ده اللي الناس يعني مدركاه أكتر، اللي هو احنا بنسميه اكتئاب تفاعلي، أو بنسميه اسم تاني أحسن اضطراب تكيفي. يعني أنا طبيعة شخصيتي حساسة، اتعرضت لضغوط جالي أعراض اكتئابية، ده اللي احنا بنسميه اكتئاب تفاعلي. الاكتئاب التفاعلي بيختلف عن يعني الاكتئاب الداخلي أو الكيميائي. أولا هنا لازم في سبب، ولازم بيبقى أنا عندي استعداد في شخصيتي، والأعراض بتاعته الحقيقة ما بتبقاش بقوة الاكتئاب الداخلي، زائد إن دور الأدوية والعلاجات في الحالة الأولانية بيبقى هو الأهم. هنكمل دوت، بس ناخد اتصال من محمد. أهلا يا محمد. اهلا وسهلا يا دكتور. انا من فضلك، انا يعني كنت تعرضت لبعض الحزن كده في الفتره، بس الموضوع يعني حصل معايا عضلي التهاب مفاصل شديد جدا، ورحت لدكتور عظام شخص على انه نقرس، واخدت ادويه نقرس ما عملتش حاجه. رحت لدكتور بطنه ما عرفش يشخص برضه الحاله، بعد ما عملت تحاليل وسونار وكده. رحت لدكتور مناعة، عملت يعني كان شك ده روماتويد، بس تمام. برضو ما عملش يعني ما طلعش كل تحليل يعني سلبية. التحاليل كلها طالعة كويسة، كلها سلبية، ما عدا ان في كرات الدم البيضاء عالية، ده بيدل على ان في التهاب عندي في الجسم. تمام. اللي هي السي ار بي، تحليل السي ار بي عندي مرتفع جدا، المفروض يبقى اقل من 5، طالع 249. برضو ده بيبين ان في برضو يعني مشكله في الجسم، بس هو يعني اخر حاجه دكتور مناعه ما قال لي انا ده انت مش انا مش هو عملت اشعه على اليد علشان اشوف اذا كان في تاكل في المفاصل ولا لا، مفيش. تمام. كلها طلعت سلبيه برضو، فالمشكله في اداني دواء التهاب المفاصل اسمه اركوكسيا. الدواء ده انا مشيت عليه لمده شهر او شهر ونص، في تحسن، ما بقتش حاسس بالاعراض، بس كل ما بطله مثلا يومين او كده يرجع لي تاني الالم، يظهر الالم تاني، طبعا مش بنفس الشده بس بيظهر الاعراض تاني. فانا ما اعرفش هل ده بقى فعلا ده نفسي ولا طيب، ولا هل في اعراض نفسيه انت بتحس بيها؟ يعني اوقات بتحس باعراض اكتئابيه، مشاكل في النوم او طبعا ما كلنا عندنا يعني. تمام كلنا عندنا اعراض. تمام. يعني طبعا انا عندي في مشاكل في الشغل، مشاكل في شخصيه كده، فالواحد بيبقى معرض فعلا لانه يعني حاسس بحزن شديد، حاسس يعني في بعض الحاجات ما بتفرحوش، اللي كانت بتفرحه قبل كده ما بقتش بتفرحه دلوقتي وكده. لكن ما اخدتش ادويه يعني اكتئاب؟ في بعض ادويه الاكتئاب محمد، في بعض ادويه الاكتئاب بتفيد في بعض الالام. يعني هل انت اخدت ادويه زي كده؟ ما تعرفش. طيب هو سؤالك مهم الحقيقه، وانا هجاوبك لان انت الحقيقه اثرت موضوع مهم جدا. هو بالنسبة لمحمد، محمد بيشتكي من حاجتين، بيشتكي من أعراض اكتئابية صريحة، وأهمهم هو حتة فقدان القدرة على الاستمتاع، إن أنا مش قادر أفرح، مش قادر أتبسط زي الأول، بالإضافة بقى لمشاكل النوم والحاجات التانية. وكمان عنده أعراض جسمانية محيرة، لأن في بعض التحاليل بتبقى طالعة فيها حاجات إيجابية ولكن بقية التحاليل سلبية. طبعا إحنا عندنا بالنسبة خصوصا لتحاليل المناعة، في تحاليل بنسميها تحاليل ليها حساسية عالية ولكن درجة نوعية مش عالية، يعني مثلا زي سرعة الترسيب، زي السيري اكتف بروتين دوت اللي هو بيقول عليه محمد، ده لما بيبقى عالي معناه ان ممكن يكون في حاجة، بس ما بيشيرش الى حاجة معينة بعينها. فطبعا في الحالات ديت بيبقى مهم ان انا اعالج الاتنين مع بعض، وهنرجع يمكن للحالة دي، بس ناخد اتصال من مجدي. اهلا يا مجدي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. الله يخليك يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا بعاني من الاكتئاب بقالي 3 سنين.
وبعد فحوصات وكشف واطباق وبطنه وصدر اكتشف عندي بالتهاب، بس مش دلوقتي والامراض والبوزيشن بقالي 5 سنين مش عارف ابطله. فايه الحل يا دكتور يعني؟ انت بتعاني من ايه؟ معلش ان الصوت راح مني، بتعاني من ايه؟ بتقول بقالك 3 سنين؟ بقالي 5 سنين بعاني من الاكتئاب. من ايه؟ اكتئاب؟ بقالي 5 سنين بعاني من الاكتئاب. اكتئاب تمام. بقالي 5 سنين بعاني من الاكتئاب. وبعد فحوصات وكشف واطباء اتضح ان انا عندي اكتئاب. بتناشد دلوقتي على السلوكسات وعلى البروزولام وعلى الاندرول ومش قادر ابطله. فايه الحل يعني يا دكتور؟ انا عايز اسالك، انت اتحسنت الاول؟ انا ماشي كويس بالعلاج الحمد لله. يعني بالعلاج انا ماشي كويس جدا. طيب طيب انت سؤالك مهم. بالعلاج انت اتحسنت بالعلاج بس مش عارف ابطل امتى. ماشي على السلوكسات، على السلوكسات كل يوم باخد الصبح سلوكسات. ممتاز. واخر وبروزولام واندرول. يعني اثنين اندرول، واحد سلوكسات وواحد بروزولام. بروزولام 25. 25 من 100، ربع يعني. ممتاز. بص يا مجدي، انت طالما اتحسنت يبقى لازم هتمشي على العلاج مش اقل من سنتين. تمام؟ اللي ممكن تقلله في الادويه دي هو البرازولام. البرازولام ده مهدئ، يمكن الدكتور بيديهولك في الاول لغايه ما السيروكزات يشتغل. لما السيروكزات بيشتغل كويس تقدر ان انت تسحب البرازولام بالتدريج، والجرعه اللي انت بتاخدها جرعه قليله، والحقيقه سحبها سهل جدا ومفيش منه اي مشكله، واحنا مش قلقانين منه، يعني مش جرعه تعمل ادمان ولا تعود ولا حاجه، لكن انا بتكلم على الدواء العلاجي. الاندرول ده بيعالج ضربات القلب، علاج عرضي. يعني لما الواحد بيجي له اعراض توتر ممكن يبقى عنده رعشه او ضربات قلب سريعه، الاندرول بيعالجها وملوش اي مشاكل طالما الضغط بتاعك كويس وما عندكش حساسيه في الصدر. لكن اللي ممكن انت يعني بمرور الوقت تسحبه، ممكن تسحب البرازولام، ممكن كمان الاندرول يقل، بس السيروكزات لا، مش هتقدر تسحبه بدري، لان هو كده لازم امشي على العلاج لا يقل. الكلام الجديد دلوقتي سنه سنتين، كنا زمان بنقول ممكن 6 شهور، لكن لما لقوا الناس اللي بيبطلوا بدري بيرجع لهم المرض تاني، فبقى الكلام الجديد ان انا لازم امشي عليه على الاقل من سنه لسنتين. وبعدين بعد كده الدكتور بقى اللي انت بتروح له هيبدا يقيم الحاله. ممكن يبدا يسحبه ولازم يتسحب بالتدريج، لان لو بتبطل مره واحده ممكن يحصل لك رده فعل. مع سحبه بالتدريج لو لا قدر الله الحاله بترجع تاني يبقى هيمشيك عليه شويه، ما تقلقش منه خالص. يعني اهم حاجه ان ده علاج ملوش اثار جانبيه بعيده المدى، ما تخافش منه. لان طبيعه الاكتئاب للاسف انه ممكن يجي ويروح. فانت لو استعجلت وبطلت العلاج ممكن يرد عليك التعب تاني فهتضطر تاخد أدوية أكتر. فمفيش أي مشكلة في النظام اللي انت ماشي عليه، الحمد لله ده نظام كويس، الأدوية مفيهاش أي مشكلة. الحاجة بس اللي انت هتبدأ تسحبها شوية هو المهدئ، وهو جرعة قليلة جدا ومفيش فيها أي مشكلة خالص. يعني الحمد لله انت كده ماشي كويس، وده مثال كويس. شوف مجدي بيقول قاعد لف سنين بيروح لدكاترة علشان عنده أعراض عضوية لغاية ما تشخص ان هو عنده اكتئاب، لما اخد علاج الاكتئاب ارتاح. ودي رسالة مهمة لأي حد عنده نفس الشكوى، ان شاء الله ممكن يكون فعلا العلاج عند الطبيب النفسي وفي الأدوية البسيطة بتاعت علاج الاكتئاب والتوتر. هرجع لمحمد اللي هو كان بيقول ان انا عندي مشكلة مناعة. طبعا المناعة وعلاقتها بالاكتئاب وثيقة جدا، لان في كلام على ان الاكتئاب نفسه ممكن يلخبط جهاز المناعة، وإن أمراض المناعة بيبقى معاها اكتئاب. يعني كتير جدا من الناس اللي بيبقى عندهم روماتويد، أو اللي بيبقى عندهم الذئبة الحمراء، أو حتى ممكن تبقى عندهم مرض ملوش أعراض عضوية واضحة. يعني في مرض اسمه الفايبروميالجيا، الفايبروميالجيا ده ما تلاقيش التحاليل طالع فيها حاجة، وآلام جامدة جدا، والاستجابة بتاعتها بتبقى لبعض أدوية الاكتئاب اللي بتساعد في الألم. فأنا نصيحتي كويس قوي إن أنت بتاخد العلاج بتاع المناعة أيا كان، أو العلاج اللي هو ضد الالتهاب، ولكن علاج الاكتئاب في الحالات دي هيساعد في علاج الحاجة العضوية. يعني الاتنين الحقيقة بيبقوا مرتبطين ببعض ارتباط وثيق جدا. وفي أدوية من أدوية الاكتئاب بيبقى ليها تأثير مثبط للألم، دي اللي تناسبك كتير، وأعتقد أنت لو رحت لأي طبيب نفسي مش هيكون عنده أي مشكلة خالص في
في تشخيص وعلاج الحالة دي بإذن الله. طيب، هو الحقيقة محمد جرينا لنوع من الاكتئاب اللي هو الاكتئاب الثانوي. يعني هنا الاكتئاب مش بيبقى جاي من نفسه، ولكن في مرض عضوي، والمرض العضوي من مضاعفاته بيحصل اكتئاب. والحقيقة حاجة معروفة كتير قوي مع الجلطات، جلطات القلب أو جلطات المخ. يعني لا يقل عن 30% من اللي بيجي لهم جلطات دماغية، تمام، ممكن يكون معاهم اكتئاب. والاكتئاب هنا بيظهر مش على طول، يمكن بعد شهر أو 3-4 شهور. نفس الكلام اللي عندهم مشاكل بالنسبة للقلب، اللي عندهم قصور في الدورة الدموية، ممكن يجي لهم أعراض اكتئابية. ووجود الاكتئاب بيؤثر على مآل المرض نفسه. يعني دي نقطة برضو مهمة. خلينا إن شاء الله يا رب ناخد فاصل وبعدين نتابع النقطة دي ونتابع بقية أنواع الاكتئاب. أهلا بيكم مرة تانية. هنتابع كلامنا عن أنواع الاكتئاب. احنا اتكلمنا عن الاكتئاب الداخلي والاكتئاب المقنع والاكتئاب التفاعلي، وكنا بنتكلم عن الاكتئاب الثانوي اللي هو بيجي نتيجة لمرض معين. حابب بس هنا اركز على نوع الحقيقه مهم قوي من انواع الاكتئاب، بنسميه الاكتئاب الطبي او الياتروجينيك ديبريشن، او الاكتئاب اللي ناتج عن ممارسات طبيه او عقاقير. يعني هل في ادويه ممكن انا استخدمها لعلاج مرض ما وتعمل لي اكتئاب؟ للاسف ايوه، يمكن في ادويه كتيره ما بناخدش بالنا منها انها من المضاعفات بتاعتها انها ممكن تعمل اكتئاب. طبعا من الامثله الشهيره الكورتيزون. الكورتيزون اللي هو بيستخدم الحقيقة وبيستخدم بفعالية لأمراض كتير، من المضاعفات بتاعته انه ممكن يعمل اكتئاب، خصوصا لو المريض عنده استعداد. فمهم لأي طبيب هو بيكتب كورتيزون انه يسأل المريض هل عنده تاريخ عائلي، هل جاله اكتئاب قبل كده. وطبعا العقار التاني المهم في الحتة دي هو الانترفيرون. الانترفيرون اللي هو كان بيستخدم لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي، من المضاعفات المهمة بتاعته انه ممكن يعمل اكتئاب، لدرجة ان في حالات ممكن الاكتئاب معاها يوصل الى مرحلة الانتحار. عشان كده برضو مهم وانا بدي الدواء الانترفيرون او كورتيزون، وحتى بعض ادوية الضغط ممكن يكون من المضاعفات بتاعتها انها تعمل اكتئاب. فمهم للطبيب ان هو يسأل عن هل جاله اكتئاب قبل كده ولا لا، هل في تاريخ عائلي بالاكتئاب. طبعا مش معنى كده ان انا مش هديله العلاج، بس بخليه تحت المتابعة، وفي الحالات دي مسموح ان انا ببعته الى طبيب نفسي يتابع. يبقى هو هياخد العلاج الطبي سواء كان كورتيزون انترفيرون او اي حاجة، وفي نفس الوقت لو محتاج او ظهرت او بدأت تظهر عليه اعراض نفسية او كان عنده تاريخ من الحاجات اللي ممكن ياخدها، بختار ادوية الاكتئاب اللي ما بتتعارضش لا مع المرض ولا الدواء اللي انا بديه. فده برضو نوع مهم من انواع الاكتئاب. وحابب بس اركز على حتة الاكتئاب التفاعلي والداخلي. هل الاكتئاب التفاعلي زي الداخلي في العلاج؟ لا. الاكتئاب التفاعلي ممكن يتحسن لو انا غيرت جو، ممكن يتحسن لو انا اتجهت للدين، لو انا سافرت اسكندرية، لو روحت كذا. لكن الاكتئاب الداخلي لا. ودي نقطة مهمة. يعني لما بيجي مريض الاكتئاب ويقول لي انا عايز اطلع اعمل عمرة، لو هو عنده اكتئاب داخلي بقول له لا، مش هتستمتع، اجلها، لانك هتروح هتحس ان انت مش قادر تؤدي الشعائر زي ما انت عايز، فبلاش، اجلها. لكن مريض الاكتئاب التفاعلي لا، لو راح والجو الروحاني ممكن ان هو يساعده. فدي نقطة مهمة في التفرقة، لان العلاج والنصايح اللي انا بديها للمريض بتاع الاكتئاب التفاعلي تختلف تماما عن النصايح اللي انا ممكن اديها لمريض الاكتئاب الداخلي. في بقى نوع من انواع الاكتئاب الحقيقة نوع بالنسبة لكتير من الناس غريب، اسمه الاكتئاب ثنائي القطب او الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. المشكله هنا ايه؟ المشكله ان المريض ده بيجي له نوبات اكتئاب وبيبقى معاها نوبات عكس الاكتئاب، يعني اسمها نوبات نشاط زائد، بيسموها لغه الهوس، لكن هي مش هوس ولا حاجه. هو المريض بيبقى عنده نشاط زياده، بيبقى فرحان بدون سبب، ما بينامش، بيصرف فلوس كتير، بيتكلم كتير، وممكن كمان يبقى عنده نوع من انواع الانفلات. وللاسف الشديد مضادات الاكتئاب ممكن تزود الحكايه ديت. فتلاقي المريض جاله الاول اكتئاب، راح لطبيب،
كتب له أدوية اكتئاب، وبعدين بدأ بعد شوية مراته تلاحظ عليه، أهله يلاحظوا عليه، قال ده بقى غريب قوي، ده بعد ما كان ما بيحبش يقعد مع حد بقى يلبس لبس مش بتاع سنه خالص، بقى يعكس بناته وهو ما كانتش طبيعته، بقى يصرف فلوس، بقى ينكت. كل الحاجات دي ممكن تشير لأنه داخل في نوبة نشاط. طبعا العلاج هنا بيبقى مختلف تماما، وتشخيص الحالات دي بيبقى بدري، ولازم أي واحد بيجي بأعراض اكتئابية له عن تاريخ عائلي بمرض البايبولر أو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب ولا لأ، لأن دي من الحاجات اللي الحقيقة العلاج بتاعها بيبقى مهم. طبعا احنا كان نفسنا الوقت يتسع عشان نشوف الاكتئاب عند الأطفال بيجي ازاي، الاكتئاب عند كبار السن بيجي ازاي، ايه علاقة المرأة والأدوار الكتيرة اللي بتمر الفسيولوجية بالاكتئاب، وكمان نقطة مهمة علاقة الاكتئاب وأدوية الاكتئاب بالصيام. ولكن إن شاء الله احنا ممكن نتابع الكلام ده في حلقات أخرى، وكل سنة وانتم طيبين.